ينضم إلينا من واشنطن باتريك ثيوس الدبلوماسي السابق. أرحب بك معنا سيد ثيوس. سأنطلق من هذا الخبر العاجل نقلا عن هيئة البث الإسرائيلي التي تقول إن إسرائيل توافق على طلب أمريكي بتأجيل المناورة البرية لإتاحة الفرصة لواشنطن لتأمين قواتها في المنطقة. على ما يبدو فإن واشنطن ما زالت تحتاج وقتا أطول لتأمين قواتها في المنطقة، أو وإسرائيل دائما تستجيب لهذا الطلب. بماذا تفسر الأمرين؟ أعتقد أن هنالك عاملان أساسيان مرتبطين بنشر قوات إضافية. أولا، هم غير جاهزين لاجتياح كامل، وربما لن يكونوا جاهزين في المستقبل. إن اجتياح غزة هو شبيه باجتياح منهاتن، حيث ثمة الكثير من المسلحين، وهناك قدرات جيدة تمتلكها حماس. وبالتالي إذا ما دخل الإسرائيليون فسوف يكون ذلك عبارة عن مهمة صعبة للغاية. وأعتقد أن القادة الإسرائيليين يتفهمون بأن الاجتياح سوف يكون مكلفا للغاية. ثانيا، الوزير بلينكين في هذا الصباح طالب بهدنة إنسانية لتوفير المساعدات الإنسانية، ولكن الإسرائيليون عارضوا ذلك. ولكن هذه ولأول مرة من الجهة الأمريكية مسؤول رفيع يطالب بهدنة إنسانية، ولهذا ربما يمكن أن يكون ذلك سببا إضافيا. وجود حاملات طائرات ووجود قوات إضافية لا يدهشني في هذه اللحظة.